طيب اذا يعني خلونا نبدي طلابنا الاعزاء، حياكم الله ورحب بكم في درس ثاني. واليوم ان شاء الله بدايه نبدي ناخذ التدريبات. هاي التدريبات احنا تحدثنا عنها بالمحاضره السابقه، ونرجع هسه ايضا نتحدث عليها مره اخرى. نتحدث عليها مره اخرى، ويعني الفكره من التدريبات هو انه احنا نتدرب. هنا قال لك غير الافعال التي تحتها خط بالافعال الشاذه التي اخذناها بدايه المحاضره. What do you add؟ ماذا انت تضيف؟ انا اريدك تغير لي، انت تتدرب بينك وبين نفسك. يعني احنا اخذناها البارحه. ماكو اي صوره؟ ماكو صوره دكتور. العفو العفو، دقيقه خليكم وياي. دقيقة والله هسه جاي يتحمل هسه دكتور لحظة. طيب اذا هنا what do you add، ما الذي انت تضيف؟ اذا اريد اقول للواحد مثلا ماذا انت تاكل، what do you eat. اذا اريد اقول للواحد ماذا انت تشرب، what do you drink. What do you drink؟ وإلى آخره. فكل هذه الأشياء إحنا يعني نتحدث عنها ونحكي عنها، يعني تدريب. إحنا ليش قلت لكم من خلالها؟ من خلالها إن شاء الله راح نتعرف على 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 هاي الجمل، ونقدر نضيف يعني نكون جمل. What do you add؟ ماذا أنت تضيف؟ أريد أقول ماذا أنت تأكل؟ إيش راح أقول بالإنجليزي؟ يلا يا أبطال كلكم وياي، ماذا تأكل؟ What do you eat؟ What do you eat؟ أريد أقول ماذا أنت تشرب؟ إذا أريد أقول الواحد ماذا أنت تشرب؟ راح أقول What do you drink؟ إذا أريد أقول الواحد متى أنت تشرب؟ يعني when do you drink مثلا، اريد اقول واحد متى انت تشرب، على سبيل المثال على سبيل المثال milk. الصورة ظاهرة يمكم ان شاء الله. when do you drink milk؟ الصورة واضحة يمكم؟ حلو. what do you drink؟ ماذا انت تشرب؟ وإلى آخره. هنا مثلا how does he study، كيف هو يدرس. هنا أريدك تغير للضمائر، مرة تحط لي هي، مرة تحط لي شي، مرة تحط لي أخي، مرة تحط لي، وإلى آخره. فهي هذه هي الفكرة بالضبط. هذه التدريبات نتدرب عليه إن شاء الله. هسه احنا قرينا هذا الزمن، على سبيل المثال لو أريدت أقول لأخويا ماذا يعني ماذا، على سبيل المثال ماذا يدرس أخي. يعني أنا أسأل عن أخوي، أقول لك لعد أخوي شو يدرس مثلا، على سبيل المثال أقول what does my brother study. أريد أقول ماذا تدرس ندى، what does ندى study. what does ندى study. أريد أقول أين تدرس ندى، Where does Nada study? أين تدرس ندى؟ هذا قدرنا نكون جملة من خلال زمن المضارع زمن المضارع البسيط. صوتي مسموع؟ نعم. عين طلابنا الأعزاء الصوت واضح، يا ريت تسدون المايك. من أسألكم تحجون رجاء. بلي نعم. زين. هنا مثلا على سبيل المثال how does he study، كيف هو يدرس. اريد اقول الواحد كيف هو، على سبيل المثال يذهب الى الجامعه، راح اقول how does he go to the university. how does he go to the university. من خلال هاي الجمل اللي عندي غيرت بيهن، سويت سؤال، سويتها نفي، سويتها مثبت. فهذه هي التدريبات اللي اريدكم تشتغلون عليها. يعني هسه اليوم احنا بدينا بهاي الجمل بزمن المضارع البسيط، سوينا اختبار، هذا هو رابط الامتحان. الامتحان انتهى طبعا من 6 للتسعة ينتهي الامتحان. نجي ان شاء الله اليوم نبدي بالمحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية طلابنا الاعزاء يعني ضروري جدا تقرأ لهاي الافعال، نبدي بهاي الافعال، حفظ مهمة جدا 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 طلابنا الاعزاء. صدقني والله العظيم ما راح تقرأ شيء ولا راح تحفظه وحدك. استغل هاي الفرصة، ما زول أنا هسه وياك ودا أسوي لك امتحانات.
صدقني اليوم انا وياك قاعد اسوي امتحانات، والله العظيم والله باكر وحدك ما تقدر تحفظ هاي الافعال، فاستغلها فرصه وابدي احفظ هذه الافعال. يا اخوان كل شيء ما رايدين من عندكم، لا راي من عندك يعني مبلغ، ولا راي، كل اللي اريده من عندك تقرا وتتابع ويانا. فيا اخوان بالله عليكم، بالله عليكم استحلفكم بالله العظيم واحلفكم بالله العظيم تتابعون هاي الافعال وتحفظونها من خلال التكرار والحفظ. ابدي اكتب بيجن 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 يبدا، ابدي بريك يكسر، بريك بروك بروكن يكسر، اكتبها بالانجليزي وبالعربي، اكتبها مو مرتين. اجاني واحد ذاك اليوم يقول لي والله استاذ انا ما احفظ، انا ما احفظ، انا عقلي ما يستوعب. قلت له شلون عرفت؟ قال استاذ يعني الكلمه واحده اكتبها ثلاث مرات ما احفظها، ثلاث مرات. قلت له ثلاثه؟ والله ماكو هيك منطق، والله يا اخوان ماكو هيك منطق، والله العظيم ماكو هيك منطق. وين اكو طالب يقدر يكتب الكلمه ثلاث مرات يحفظها؟ يعني والله ما صايره. يعني انا بدي اسالكم سؤال، قانون بالرياضيات، قانون بالرياضيات على سبيل المثال، قانون بالسادس اعدادي، قانون نظريه مبرهنه، بالله عليك تكتبها ثلاث مرات تحفظها؟ اريد طالب واحد عراقي، طالب واحد عراقي او عالمي يكتب الشيء خمس مرات ويحفظها، ما صايره هيك شيء. يعني هذا الفعل احنا 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 عقول طبيعيه، هذا الفعل لازم ينكتب 20 مره ويتكرر وينعاد يعني هاي الشغلات مهمه جدا. يعني ما يصير انا اجي اكتب بريك بروك بروك قريتها مرتين وكتبتها ثلاث مرات وجيت انا قلت والله هاي حفظت، هذا مو منطق، هذا مو منطق يا اخوان. هاي الماده اذا ما تقرا اكثر من 20 مره 30 مره وتنكتب وتتكرر وتتدرب عليها ما تنحفظ. فيا اخوان يا اخوان بعد ما اقول لكم بالله عليكم حفظوا هاي الافعال، لان هاي الافعال مهمه جدا جدا جدا. اذا هذه الافعال ان شاء الله بيجن يبدا بيجن بيجن، شوف بيجن بيجن، هاي فتحه بالبدايه كسره بعدين فتحه بعدين ضمه، زين. نفس الحاله بقيه الافعال، بريك بروك بروكن، برينج براوت براوت، بيلد بيلت بيلت. طبعا تقدر تكتب الكلمه بالجوجل ويطلع لك ترجمه الكلمه، فعادي يعني، يعني مو الا تقول انا ما اعرف ما ادري شنو ما اعرف اقراها، عادي يعني مساله طبيعيه. اذا انت ما عرفت تقراها هذا الشيء عادي، كل اللي اريده من عندك تقرا وتتابع، زين. ايضا اريدك تحفظ لي هاي الصفات، عندك ريتش غني غني، poor فقير، optimistic متفائل، عندك pessimistic pessimistic اللي هي متشائم، noisy مزعج، quiet هادئ، late متأخر، early مبكر، early مبكر، عندك happy سعيد، و sad حزين، hungry جائع، thirsty عطشان. طلابنا الأعزاء هذه الأفعال أريدك تحفظوا وياها زين كلكم وياي، rich غني، poor فقير، rich poor rich poor، ليت متأخر، early مبكر، happy سعيد، sad حزين، hungry جائع، thirsty عطشان. فهذه الأفعال كلها تحفظ حفظ مثل اسمك، وما أريد طالب معاكسات، نعم معاكسات صفات، نعم ذني معاكسات صفات، اريد الكل يجيني حافظهن، ما اريد طالب يجيني ويقول استاذ انا ما حفظتهن، زين. هسه راح نبدا ان شاء الله اليوم بزمن الماضي البسيط، past simple الماضي البسيط. اليوم زمن الماضي البسيط القاعده مالته فاعل زائد فعل ماضي زائد تكمله. علي work at school راح تصير علي worked at school، تحول الفعل للماضي نضيف لايدي. she go to school صير she went او she went to the hospital، she go to the hospital صارت she went to the hospital، سويناها ماضي. من هو اللي حافظ الافعال اللي اخذناها البارحه؟ يا طالب او طالبه شاطر حافظ لي الافعال اللي اخذناها البارحه. نعم نعم حلو. الافعال اللي اخذناها البارحه راح اعطيك مثال، راح اعطيك مثال وانت بطل، انت بطل وحافظ الفعل الماضي. يعني مثلا مثلا احنا من ضمن الافعال اللي اخذناها البارحه، راح بس اذكركم بيهن، من ضمن الافعال اللي اخذناها هذه الافعال مثلا awake، زين awake
أسلع عندي أويك. أريد أقول بالإنجليزي أحمد استيقظ استيقظ مو يستيقظ استيقظ. شلون أقول بالإنجليزي أحمد استيقظ مبكرا؟ شوف شوف لي الكلمات ركز لي. أحمد ويك لو ووك أب ويك لو ووك أب ويك. طلابنا عيني طلابنا الأعزاء طلابنا الأعزاء شوية يا ريت يكون عندنا نظام يا إخوان يا ريت شوية يكون أكو نظام. ما أريد هوسة واحد واحد ما جاي نتهم ما أريد تصير هوسة طلاب عيني ما أريد. أنتم إن شاء الله يعني بالتعليقات جاوبني دا أشوفك أنا بالتعليقات بالتعليقات جاوبني شلون أقول باللغة الإنجليزية على سبيل المثال أحمد استيقظ مبكرا. طبعا إذا تلاحظون كل الأفعال كل الكلمات موجودة عندنا بهذا الموضوع مالنا كل الموجودات مبكرا موجودة إيرلي. سد المايك طلاب عيني سد المايك. أكو بنات سادة فتحات المايك عيني سدوا. الصوت مكتوم زين زين. هسه ركزوا وياي ركزوا وياي. هسه أنا أريد أقول على سبيل المثال باللغة الإنجليزية أحمد استيقظ مبكرا. أنا أعرف ووك يستيقظ بالماضي صير ووك ووك يعني استيقظ بالماضي زين. أريد أقول أحمد كسر الباب راح أقول أحمد broke the door. break بالماضي بالمضارع بالماضي صير broke. أحمد broke the window أحمد كسر الشباك. أريد أقول على سبيل المثال أنا اشتريت سيارة بالماضي I bought a car I bought a car أنا اشتريت السيارة. فهذا هو هذا هو زمن الماضي البسيط. تشوفون هاي الأفعال اللي عندنا طبقناها على أزمنة سويناها النفي سوينا وإلى آخره. هذا هو زمن المضارع البسيط. هسه راح نجي على حالة النفي حتى لو تكتبها يمك ملاحظة لنفي جملة الماضي البسيط نستخدم الدو did. لجملة لنفي جملة الماضي نستخدم did. فمن أريد أن في جملة أقول ندى didn't go to school yesterday. ندى ما راحت للمدرسة البارحة. ندى didn't go to school yesterday. ندى didn't go to school yesterday. أريد أقول على سبيل المثال هل ذهبت ندى إلى راح أستخدم did. إذن بالنفي حط didn't بالسؤال خلي ديد بداية الجملة يعني موضوع بسيط وسهل إن شاء الله وما بي أي صعوبة. ردتها سؤال خلي لها ديد بالبداية هاي بالماضي. ردتها نفي قول didn't بس لا أكثر ولا أقل. استخدام الزمن استخدام الزمن ملاحظة مهمة. يستخدم زمن الماضي البسيط لتعبير عن الأحداث التي تتم في الماضي. نعم نعم تفضل عيني. عيني عيني بس الصوت ما في الشات ما شلون اخفي الصوت ما من يمك سد سوي صامت سوي تليفونك صامت بس المكالمه خليها فعاله زين. نعم اذا ملاحظه هنا اقول لك للتحدث عن الجمله الماضي استخدم يعني اذا اريد اتحدث عن زمن الماضي الحدث تم بالماضي وانتهى. الحدث اللي يتم بالماضي وينتهي دائما نستخدم وياه زمن الماضي البسيط. حدث تم بالماضي وانتهى يعني هنا مو تكرار. تتذكرون بالمضارع البسيط كنا ناخذ التكرار؟ هنا ماكو تكرار لا هنا شكو. وانما بهذا الموضوع راح نحكي عن حدث تم بالماضي وانتهى. يعني انا من اقول I met my friend yesterday سؤال هل هذا الحدث به تكرار؟ هل قابل أن يوميا ألتقي به؟ لو أنا التقيت به بالماضي والحدث تم وانتهى.
بدون تكرار. اذا التكرار لمن نستخدم التكرار؟ ويا من نستخدم التكرار؟ ويا زمن الماضي البسيط، عفوا المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط. هسه هنا قايل لك I met my friend yesterday، انا التقيت بصديقي البارحة. اريد طالب او طالبة بطل يكتب لي بالتعليقات، يا ريت تسدون المايك طلاب، طلاب الحين سدوا المايكات، طلابنا الاعزاء سدوا المايكات، بالله عليكم يا اخوان سدوا المايكات، خلينا نوضح المادة وراها احنا حاضرين. زين حلو، هسه قدرنا نعرف زمن الماضي البسيط، سويناه نفي وسويناه سؤال والتفاصيل كلها فهمناها. حلو، هسه ايش راح نجي؟ راح نجي الى يعني تغيير الزمن. يعني مثلا اقول I met my friend yesterday، انا التقيت بصديق البارحة، اريد اسويها نفي. من يكتبني بالتعليقات؟ لحد يجاوبني سؤال بالتعليقات، اشوفكم دا اشوفكم بالتعليقات شلون انفيه. I met my friend yesterday، I didn't meet my friend yesterday. احسنتم، لم التقي. لا تنسون الجملة الفعل يكون مجرد، I didn't meet my friend yesterday، انا ما التقيت بصديقي البارح. جيد جدا، I didn't met my friend meet my friend yesterday. عفوا استاذ. نعم تفضل. بالتعليقات ماكو دكتور، تعليقات ما تعرف ليش دم جاو استاذ موجود تعليق دقيقه خصوصا الدنيا استاذ تعايق. والله انا ما ده يطلع لي كل شيء يمي واقفه. تستخدم مع هذا الزمن كلمات اللي تستخدم ويا هذا الزمن yesterday minutes hours days years ago والى اخره، اي حدث بالماضي نستخدم زمن الماضي البسيط. يعني هذه الكلمات دائما تستخدم ويا زمن الماضي البسيط. هذا التمرين واجب عليكم، هذا التمرين طلابنا الاعزاء، هسه راح نعطيكم مجال. هذا التمرين واجب عليكم تحلون اياه. من يحل لي الجمله الاولى؟ من يحل الجمله الاولى بالتمرين الثاني؟ رايت لا لا بالتعليقات 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 عيني سؤالك بالتعليقات. هسه ما يخالف، هسه انا اعطيكم مجال دقيقة. شنو هاي جايبي لي؟ هاي منين جايبي لي؟ من باب الشرجي هاي الوينت؟ منين جايبيني؟ لو من سوق مريدي هاي. بابا جاوب لي جواب كامل، شنو هاي وينت؟ هاي منين جايبها؟ ايش هذا يا اخي ما ايش هذا؟ صدق تحسون انتم؟ الأولى لو ثانية الحل. الأولى. الأولى. يسترداي، جاوب لي اياها جواب كامل. جاوب لي جواب كامل، قول لي يسترداي وإلى آخره. هذا التمرين ايضا نفس الحالة، اريد حالة المثبت وحالة النفي وحالة السؤال، بكل الاحوال اريدهن نفس الحالة ونفس النظام، مثبت نفي سؤال. ايضا 10 نقاط اريدك تحلياهن بجميع الاحوال، مثبت ونفي وسؤال. همكم امتحان دكتور؟ نعم اكيد باكر يكون امتحان. شلون؟ يومية امتحان، يومية تنزل محاضرة ثاني يوم امتحان. هذا الموضوع لحد يناقشني به نهائيا، يعني خلاص هذا الموضوع انتهى. وافعال شاذة ايضا، يعني ايضا اكو بالافعال الشاذة ان شاء الله تقرأ المادة تكملها تروح تمتحن يومية، يعني موضوع هذا زين. هسه هنا طلابنا الاعزاء تفضل عيني استاذ، تقدم او تاخر ظروف تدل على الزمن ياثر على الجمله لو ما ياثر؟ لا لا ما ياثر عليها، ما ياثر عليها. يعني اذا قلت على سبيل المثال I went to my uncle yesterday، يعني انا ذهبت الى عم البارحة، او اذا قلت yesterday I went to my uncle، نفس الشيء، المعنى واحد ماكو فرق. بالضبط. يعني الحدث يتم بالماضي. شوفين هذا السهم، هذا اللي على الجهة اليسرى هذا ماضي، واللي على الجهة عفوا على الجهة اليسرى ماضي، وعلى الجهة اليمين هذا مستقبل، وهذا بالنص هذا الحاضر. شوفين الحدث الماضي وين يصير؟ هنا بالنص. يعني شوفين وين صاير هذا الحدث؟ هنا يصير بالماضي. نعم.
هذا هي الفكرة مالتي. من الماضي. بالضبط. يعني استاذي ينتهي تأثيره على المضارع. يعني ما. الوقت الحاضر. يعني ما يستمر لا حتى بالحاضر ما يستمر ينتهي قبل الحاظر بالضبط قبل الحاضر. نعم. يعني من أقول على سبيل المثال yesterday I met my friend البارحة أنا التقيت بصديقي يعني الحدث تم بالماضي وخلاص انتهى بعد ما العلاقة بي أنا يعني هذه هي فكرة زمن المضارع الوسط ودائما أيضا هنا عندنا البي يعني شوف هاي أمثلة عليها أيضا تقدر تستفاد عليها البي مثلا من يجيك بي على سبيل المثال من أقول I was good يعني أنت تعرفون الإز يعني هي بالماضي نحط الإز والار الاز والوير الواز والوير اذا نستخدمه دائما بالماضي وهسه راح ناخذ عليه امثله ان شاء الله هذا التمرين ايضا لازم تحلوا لي واريده بثلاث امثله راح اعطيكم مثال yesterday I go to the movies yesterday I went to the movies بعدين اسويها نفي بعدين اسويها سؤال كل هذه الاشياء اطبقها عليه نعم من عنده سؤال انا استاذاني تفضلي بس يا ريت شويه تختصرين نعم تفضلي تفضلي الهاد بالماضي هي هاف بالماضي تصير هاد اي والهاف هم تصير هاد ها اثنيناتهم شكرا نعم تدللين استاذ ممكن سؤال تفضلي تفضلي استاذ صفحه معش المال adjectives وverb هذولي نحفظهم احنا نعم يعني نعم هذن الصفات تحفظونهن حفظ ذن الصفات تحفظون حفظ كلهن وهسه راح نطبق عليهن هسه نعم راح نطبق عليهن انتبهوا علي انتبهوا علي هسه راح نجي هنا تطبيق على الزمن هسه راح نطبق عليهن هسه راح نطبق عليهن ان شاء الله هسه راح نطبق عليهن استخدمهن ويا الصفه من اريد اصف شيء اقول where you hungry هل انت جائع او هل كنت جائعا where you hungry هل كنت جائع زين اريد اقول هل كنت متاخرا اقول where you late لان late صفه اريد اقول للواحد هل انت يعني متفائل او هل كنت متفائل زين اريد اقول للواحد هل كنت يعني عطشان اقول له where you thirsty هل كنت على سبيل المثال عطشان اريد اقول للواحد هل كنت متعب where you tired هل كنت متعب والى اخره هذا الجمله تغير له بالصفات هذا التدريب الاول قايل لك غير الصفات التي تحتها خط اقول له where you happy هل انت سعيد او هل كنت سعيد where you sad هل كنت حزين من اقول اريد اسال واحد عن صفه بالماضي هيك راح اتكلم where you hungry هل كنت جائعا هذا اذا كان جمع اذا اريد اقول اذا على اقول الواحد على سبيل المثال اقول هم كانوا فرحانين اريد اقول الواحد هم كانوا فرحانين راح اقول شنو where they happy Where are they happy? هل كانوا هم سعداء؟ أريد أقول نعم أريد أقول هل كانوا حزينين؟ كانوا ضايجين؟ أقول Where they sad? هل كانوا حزينين؟ أريد أسأل على سبيل المثال يعني طبعاً هنا ليش مستخدم الوير؟ من يقول لي ليش مستخدم الوير؟ شنو السبب؟ لأنه جمع. زين إذا أردت أسأل عن هو إذا أردت أسأل عن هو إذا أريد أسأل عن هو على سبيل المثال إذا أردت أسأل عن هو واحد هو أريد أسأل عنه فأنا إيش راح أستخدم جملة باللغة الإنجليزية راح أستخدم was he happy هل كان سعيدا زين اريد اقول للواحد هل كان على سبيل المثال هل كان متاخرا was he late نعم عفوا دكتور مداخله تفضل عيني دكتور مو اللي يو تاخذ وير
والآي تأخذ was. نعم. Yes. صح. Was I صح. نعم. سؤال سؤال. تفضل عيني تفضل أخوي بسرعة بس شوية استعجلي اللي حياك الله. نقدر نتعلم لغة بدون ما نتعلم قواعد أو قواعد يعني مثل نعرف مثل شو. لا إحنا هسه إيش دا نسوي؟ إحنا مو قاعد نطينا زمن ودا ننطي جمل ودا نغير دا نكون جمل يعني هذا سؤالك والله بمحلة يا أخي العزيز. يعني احنا هسه ايش قاعد نسوي هسه احنا مو قاعد نتعلم شلون نسال لواحد انت نقول له هسه انت تريد تحكي انجليزي وتريد تسال واحد تريد تقول له تريد تقول له هل انت جوعان هذا شنو مو لغه هذه لا شنو هذه صح لو انا غلطان جاوبني انت يعني هسه مثلا ولو راح يعني نتطلع بغير اتفضل اتفضل مثلا هذول الاجانب الاطفال اول ما يجي للدنيا ايش يتعلم يتعلم لغه طفل قبل لا يطب للمدرسه انت هاي معلومتك باوع هاي معلومتك ماخذها من اليوتيوب لو ماخذها من واحد قايل لك عليها بس انت ما تعرف شنو معناها تدري لو لا اوكي هسه انت تقول لي طفل تعلم لغه زين هو انت عندك منين تعلم لغه تعلم من ابوك ابوك يحكي انجليزي هم من يعني انت هسه تريد تعلم انجليزي اوكي اوكي نظريتك صحيحه نظريتك صحيحه لازم احنا نتعلم لغه من ذاتنا زين انت ويا من تحكي بس قل لي تروح تحكي ويا بالاسواق يحكي انجليزي هو احنا غير لو عندنا واحد بالعراق يحكي انجليزي انا من سويت هاي الدوره ليش سويتها حتى يصير نقاش وحتى تعرف تكون جمل وتعلم ازمنه كل هذه الامور تتعلمها هذه سالفتك ما لا تعلم أزمنة تعلم لغة إنجليزية مثل الطفل من يتعلم إنجليزي هو ما تعلم قواعد قبل تعلم يحكي هذا ما الواحد عايش بلندن عندك 10 دفاتر تدفعنا تروح تعيش بلندن تعلم إنجليزي جاوبني تمام فهمت انت فهمت قصدي لا انا اتفق وياك اتفق وياك وكلامك صحيح احنا لازم نتعلم لغه انجليزيه من خلال الاستماع والنقاش والحكي من ارض الواقع انطيني واحد استاذ عراقي ايش يحكي بالشارع انجليزي هو انا اذا قلت الواحد هواري يقوم يضحك علي يقول لي اكو انا عربي ما اعرف احكي فاحنا من سوينا هاي الدوره زين سؤال هسه انت دا تناقض هسه انت لا بس اسمحوا لي لا انطيني مجال ضروري جدا اخليني اجاوب هذا الكلام هذا هسه انا اريد اسالك سؤال هسه انت تقول ما يصير نتعلم لغه انجليزيه من خلال القواعد زين وبنفس الوقت تقول استاذ محمد احنا ما عندنا حد يحكي انجليزي زين هسه انا اريد اتعلم طلاب انجليزي واريد اعلمهم ازمنه بنفس الوقت الحل شنو برايك يعني انطيني حل انت اعطيني حل بديل واذا تقول لي احكي ويا اجانب هاي سالفه لا تسولف لي اياها لانه اذا تحكي ويا اجانب يردون من عندك الشهر $100 والناس كلهم طلاب حشاهم فاين حظهم ما عندهم مبلغ يشتركون دوره $100 يعني بالسنه لازم يدفع له بحدود شغلك دفتر يعني اقل دفتر يعني فالناس ما عندها زين اعطيني حل انت قل لي اعطيني حل انت من حكيتني قلت لي هاي طريقتك مال ازمنه برايي انا احترم رايك طبعا مع كل الحب والاحترام لك اعطيني طريقه مناسبه اقدر افيد بها الطلاب انا اريد اعلم الطلاب واريد اساعدهم بشيء انطيني رايك استاذ برأي يعني ولو يعني راح نظل نحكي لا تفضل ما بها اي مشكله برأي مثلا انت استاذ جيت دورتنا انجليزي اي انا مو مثلا جاي افوها عليك بس تفضل احكي لي الزبده احكي لي الزبده اي مثلا انت شو تقول اذا انت مثلا انجليزيتك قويه كلش وانت لغتك قويه انت تشجعان انت تعرف شنو اسم هذا الكورس لا 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 بس سؤال طلابنا الاعزاء رجاء لا حد يقاطع الرجل انا احترمه جدا شنو اسم الكورس هذا شنو استاذ الكورس هذا اللي انت داخل هسه بيه كله شو اسمه مال افعال شاذ دكتور يعني لا بس اقرا زين هاي ايش مكتوب هنا ايش مكتوب هنا مكتوب فوق اي انجلش فروم فوقها بابلون فوقها الخطوة الأولى هذه اللي انا قاعد اعلمها للطلاب حاليا هذه مستوى صفر
دا أعلمهم شلون يكون جملة بس، دا أعلم قواعد وأفعال شاذة بس أريد أخلي من عنده بذرة، دا أريد أزرع بذرة عند الطالب حتى يراجع المعلومات اللي درسها بالجامعة وبالإعدادية وبالسنين السابقة لأنه نساها. خلاص خلصنا من هذا المستوى، خلصنا من هذا المستوى اللي هو اللي هو نعم كل الحب والاحترام لكم، شكرا على كلامكم الطيب. خلصنا من هذا المستوى الأول اللي هو مستوى الصفر نعتبره، واللي هو أزمنة وأفعال شاذة وجمل وأشياء، بس نريد نثبت معلومة بعقل الطالب بحيث هو يقوم يعرف شنو ماضي، نقدر يعرف ينطي جملة بالماضي ويعرف ينطي جملة بالمضارع ويعرف يكون جملة بس. وراها راح يبدي كورس اللي هو المستوى المتقدم اللي هو عبارة عن نقاش وفيديوهات باللغة الإنجليزية، هذا هو المستوى الثاني اللي راح يبدي بشهر الثامن بعد هذا الكورس. انت فاهم الخطة لو ما فاهم؟ يعني انت يعني صراحة اني صراحة احترمت رأيك، مع العلم انت ما فاهم الوضعية، انت كل ظنك انه انا جاي منطيهم ازمنة وتعال تعلموا المضارع البسيط، ومن المضارع البسيط راح تحجون انجليزي. ها انت هيك فهمك الموضوع، لا هذا فهمك مو صحيح. اني لا بعدين انا اسالك سؤال، بعدين انا اريد اسالك سؤال، بالله عليك الجامعه والمدارس تدرس مثل هذا التدريس، تنطيك جمل وتقول لك غير وكون واسال، بالله عليك ايش ينطون الجامعه؟ لا لا يعني المدرسه او الجامعه تعطي الماده الموجوده بالكتاب. زين انا هسه حاليا انا ما منطيك ماده موجوده بالكتاب، انا هسه طلابنا الاعزاء انا كلكم مع كل الحب والاحترام انا ما منطيكم جمله، انا هسه ايش مسوي؟ انا ليش منطيك تدريبات؟ قايل لك غير الصفات، يعني ما اريدك تعتمد لي على منهج وتحطه، لا انا قايل لك هاك غير الصفات، مره احطها هابي، مره اسويها ساد، غير بالجمل، سوي تدريبات، سوي كذا. هنا شوف ايش قايل لك، شوف هنا ايش قايل لك تدريب. هنا الان كل طالب ياخذ دور، واحد يسال الثاني ويجيب. Who was your favorite player؟ من كان لاعبك المفضل؟ واحد يجاوب يقول له my favorite player was رونالدو. وين اكو بالمدارس هيك بالجامعات هيك؟ جامعات ما تنطيك هيك اشياء. يعني انا هسه شريد من عندكم، انا هسه لو عندي وقت يعني ان شاء الله راح اسويها، اريد مثلا على سبيل المثال واحد يقول للثاني، نقاش بيناتنا يصير، يلا يا طلاب، واحد يسأل يقول له من كان لاعبك المفضل، واحد الثاني يجاوبه، هذا مو نقاش، هذه مو محادثة. هسه هنا تعلمت انت تكون جمل باللغة الإنجليزية، وعرفت تسأل وعرفت تجاوب، هذا كليته. بعدين الجامعة ما تسوي لك امتحانات. انا طبعا هذا طلع داني، ليش مخلي تدريبات؟ هنا شوف ايش قال لك، قال لك الان كل طالب ياخذ دور، واحد يسال ثاني ويجيب. قال لك هو يور فيفورت بلاير، انت تقول يابا انا لاعبي المفضل ميسي، هذا يقول لك لا اي رونالدو. مثلا واحد ينفيها يقول ماي فيفورت بلاير واز نوت رونالدو، مو رونالدو. زين برايك هسه انا اذا قدرت انفي وقدرت اكون سؤال، هذا شنو؟ هذه مو لغه، هذا مو راح تحكي انجليزي انت، هذه مو راح تفيدك بالكلام، هذه راح نبدأ بالمستوى الثاني، انت مو راح تعرف شلون من فيه. اذا انا هاي شغلات ما اعرفها، شلون راح اعلم الطالب بالمستوى الثاني من راح ابدي بالكورس الثاني؟ راح ينفي يعني، هنا راح يقول لي ايه استاذ احنا ماخذينها ونعرف شنو ننفي. راح اذكر الطالب اقول له تتذكر لما اخذنا بالمستوى الاول لما ننفي ونسال ونكون سؤال، معلومات مره عليه ومتذكرها ومراجع المعلومه وياه. فهي هاي الفكره. هسه شوف هنا مثلا did you travel abroad where، هل سافرت الى الخارج؟ هذا 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 سؤال. Did you travel to هنا بدل هل انت سافرت، اريد اقول للواحد هل انت اكلت الطعام على سبيل المثال؟ Did you eat food؟ انا قدرت اسال بالماضي. زين انا اذا ما اعرف الازمنه شلون راح اسال واحد بالماضي بالمضارع؟ شلون اريد اقول للواحد، اقول له هل انت تعلمت اللغه الانجليزيه بالمضارع ولا بالماضي؟ انا ما اعرف شلون، من خلال الأزمنة. إذن الأزمنة تفيد وتعلمك اللغة الإنجليزية إذا تم تدريسها وتدريبها بشكل صحيح، أما إذا ندرسها بس للامتحان فهذا الشيء غلط. فهي هاي الفكرة. فهنا مثلا يقول لك هنا على سبيل المثال Did you travel abroad، أريد أقول هل سافرت إلى أربيل؟ شلون راح أقول Did you travel to أربيل؟ Did you travel to Erbil؟ هل سافرت أنت إلى 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 أربيل؟ راح يقول لي yes. أريد أقول للواحد متى أنت سافرت إلى الخارج؟ راح أقول when do you travel abroad.
أنا ليش انطيتك بالبداية أفعال وانطيتك أدوات سؤال وانطيتك أفعال شاذة وقلت لك سويهن من الماضي وغير بيها وكذا؟ هذه التفاصيل إحنا سويناها. أستنى where you hungry، هل كنت جائعا؟ أريد أسويها، هل كنت متأخرا؟ شلون راح أقول؟ يلا من يجاوبني؟ Where you late؟ هل كنت متأخرا؟ أريد أقول للواحد، أقول له على سبيل المثال، على سبيل المثال، شنو مريض بالإنجليزي؟ من مريض بالإنجليزي؟ sick مريض. حلو sick. أريد أقول للما أريد أقول للواحد، أقول له البارحة ما موجود بالجامعة وما حاضر بالمدرسة أو ما حاضر بالعمل. أريد أقول له أنت مريض، إيش راح أقول له؟ راح أقول له Were you sick؟ هل كنت مريضا؟ هاي منين تعلمتها؟ لا are you sick، هل أنت مريض؟ بس إذا أرد أقولها بالماضي Were you sick؟ أنت كنت مريض؟ هاي بالماضي. Yes. أي إذا أريد أجاوبها أقول له I was sick، أنا كنت مريض. نعم are you sick، هل أنت مريض؟ هاي هسه. بس إذا أرد أقولها عن الماضي أقول له Were you sick؟ أنت كنت مريض. أو إذا أريد أقول للواحد مثلا على سبيل المثال أنت كنت يعني على سبيل المثال يعني مثلا جوعان، اقول له where you hungry، انت شنو جوعان؟ او اريد اقول للواحد هسه اساله زين طلاب، اذا اريد اسال واحد هسه بهاي اللحظه اريد اقول له يعني هسه عاد اسال عن هسه، اقول له انت جوعان، اقول له are you hungry، هل انت جوعان؟ زين are you hungry بالماضي، are you hungry بالماضي، where you hungry، زين اذا اريد اقول للواحد انت متاخر هسه Were you late? زين أريد أقول الواحد أنت ضايج، أريد أقول الواحد أنت ضايج، أنت هسه يعني أقصد. Are you sad? هل أنت حزين؟ زين أريد أقول الواحد أنت كنت ضايج البارحة. Were you sad؟ إذا شوفوا هسه هذا النقاش، شوفوا النقاش طلابنا الأعزاء، شوفون هذا النقاش هاي الهوسة، والنقاش هاي بالصف ماكو هيجي. أنتوا بالجامعة طلاب بالجامعة مو كلكم نايمين؟ بالله عليكم بالمحاضرة مو كلكم نايمين بالجامعة؟ هسه ليش الجو محترق؟ أنتوا بلسانكم تقولوا هاي التعليقات، تقول طلاب هدوء يريدون هدوء. طبعا انا اعتبر هذا الشيء حلو، انتم يعني واحد يقول لك خبلتونا، اي صحيح خبلوكم لان فاهمين ماده، طلاب اول مره قاعد يفتهم ماده، قاعد يناقشون، يسال حكي سولف. ليش؟ لانه دا يفتهم، دا يصير نقاش. والعلم تابع العلم بنت وياي قاعده بصف الابتدائي، يعني هم قاعد جاوب بنتي زين تشوفون انتم. اذا انا هسه من قاعد اشوف هاي الهوسه والخربطه، ترى لا عبالكم هاي مو نظام، هذا فرح طلابنا دا يفهمون دا يناقشون، هذا شيء حلو. واحد يجيني يقول لي طلاب ما قاعد يستفادون، يا اخي الطالب دا يقول لك يعرف يسال هل كنت جوعان، هل انت جائع، هل انت متاخرا، هل كنت متاخرا، قاعد يسالك على تسال تقول له ماذا انت تاكل، ماذا انت تدرس، ويقول لك ماذا انت تاكل، اين انت تذهب، يعني هاي السوالف كلها هذا نقاش والهوسه، يعني هذا صراحه فخر، هذا تشوف الطلاب نقاش وهوسه، هذا شيء حلو ترى، لا عبالكم مو زين. زين فنقاش، انا ادرس بالجامعات اطب للجامعه، الطلاب نايمين والله مكنكين، واحد يلعب بوبجي، واحد ينزل ينزل بوبوشنج، الثاني ينزل حاويات، دا يلعبون بوبجي داخل المحاضره والله. زين فبالعكس انت لما نشوف هيك نقاش وتدريب هذا شيء حلو. زين عني فاني طبعا